اللي صار اليوم أتمنى ما يمر مرور الكرام أبدا. والله اللي صار اليوم كأنه أشبه بالحرب، سوري على هالكلمة. سيارة الجيش، صور تنتشر خارج سلطنة، إيش صاير معكم؟ سيارة الجيش شارة مجموعة من الطلبة تنقذ مجموعة، حافلات المدارس متعطلة في كل مكان وداخلها طلبة، هليكوبتر في كل مكان، كلها ما قادرين تعطوهم إجازة عشان بس خايفين لا يتأخروا في المنهج. يا أخي إذا أنتوا مخصصين تاريخ معين لنهاية الفصل الدراسي تقدروا أنكم تمددوا إذا خايفين يعني على تأخير المنهج، هذا يتعوض. لكن حياة الأطفال ما تتعوض أو الطلبة. يعني هذا أتمنى محاسبة الوزارة. يا أخي لين بالليل إحنا جالسين ننتظر، نوديهم ما نوديهم، إجازة ما إجازة. أتمنى من ولي الأمر خلاص بعد هذا اليوم أنت اللي تحدد الإجازة. بعد ما شفنا الوضع ولي الأمر هو اللي يحدد، لا تخليه يروح، الأرواح ما تتعوض، أما المنهج بيتعوض إن شاء الله. فأتمنى محاسبة وزارة التربية والتعليم، واللي صار اليوم ما أتمنى يمر مرور الكرام. تحياتي لكم. تعازينا الحارة لأهالي الأطفال اللي انتقلوا إلى رحمة الله، إن شاء الله طيور في الجنة بإذن الله. حزن عميق يعم في كل بيت في السلطنة، المأساة اللي صارت اليوم. ولا إعصار، مرة إعصار قونا ما صار كذي، سبحان الله. ولا يغركم حاليا هدوء الحالة الجوية، في أي لحظة ترجع مثل ما ذكروا الأرصاد، في أي لحظة ترجع، هي عبارة عن موجات أو كيف بالضبط. آخ والله إن عورني قلبي يا أخي ياس أشوف المقاطع. أنا عندي نقطة ضعف لما أشوف طفل يبكي، فما بالكم يعني يشل الوادي ويغرق ويتوفى. طفل يبكي أنا أتأثر والله. عموما بكرة تم تعليق الدراسة هني، عاد الآن مسؤولية الولي الأمر بكرة تحافظ على أولادك وما تخليهم يطلعوا من برا البيت. عاد هني ما تعرف إيش أيضا، يعني ما نريد ننشر شيء سلبي، إن يحيى والله أنت سلبي، كله سلبي والله، بس ما أعرف كيف من يجي منخفض أفرح وأحزن نفس الوقت. يمر علينا منخفضات، لازم مصائب، لازم شيء، وكل شيء بيدين رب العالمين، وكل شيء مقدر ومكتوب. لكن ما نقول غير الحمد لله على كل حال، ونشوف، وعسى إن شاء الله أن تكون أمطار خير وبركة إن شاء الله خلال الساعات القادمة، متوقعين إن شاء الله. الوزارة تتحمل مسؤولية وننتظر كلمة من عندهم اللي صار. وعلى طاري الأهل، نحن جروب أمهات اليوم أغلقنا مدرسة، صفر طلاب اليوم، ما حد داوم، برافو علينا. صح، لأن أنت حريصة على سلامة أبنائك. صح، هذا 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 اللي أنا أشوفه حاليا على الأوضاع اللي صايرة. أنت على حق بصراحة، ومثل ما أنا اليوم نفس الشيء، ابني ما خليته يروح مدرسة، وشفنا اليوم اللي صار، الحمد لله على كل حال. سعد ما هي اسمه، ما بقول شيء، بس يلا شكرا.